المادة الثانية فوسعت بالمفهوم وأعلنت أن المحكمة الاتحادية العليا تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الشريعة وفقهاء القانون، يحدد عددهم وكيفية اختيارهم بقانون يسن بأغلبية الثلثين في مجلس النواب. هاي المشكلة مالت فقهاء القانون وخبراء الشريعة. أولا المادة الثانية تتقاطع مع المادة الأولى. اثنين شلون راح يصير وضعهم؟ هل هم مستشارين؟ لو راح يصدر بهم مرسوم جمهوري ويعتبرهم قضاة؟ وإذا اعتبرهم قضاة الرئيس الجمهورية فهذا يعني أنه فقدوا الصفة التي جاءوا بها إلى المحكمة الاتحادية، يعني ما أصبح فقيه بالقانون وإنما أصبح قاضي، وما أصبح خبير من خبراء الشريعة وإنما أيضا أصبح قاضي، بدليل أنهم كلهم متساوين في الحقوق والالتزامات والواجبات والحضور والاحتياط اللي خارج عدد القضاة، اكو احتياط من القضاة واحتياط من الخبراء واحتياط من الفقهاء، وهذا اللي هو باعتقادي بالإضافة إلى أسباب أخرى قد أخر تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا أكثر من 15 سنة، لأن كان المفروض 2006 يشرع هذا القانون. عجب بهاي الأيام في غضون أسبوع تقريبا جماعة سلقوا سلق، وين كانوا عنا هاي الفترة كلها؟ برأيك ليش والمحكمة معطلة تقريبا صار لها 6 أشهر؟ حزبيا كان المتعارضات، اكو حزب يريد يصعد 2 من القضاة إلى الوضع الجديد، وحزب كان يرفض هذول الاثنين أن يصعدون إلى المحكمة الاتحادية التي سوف تشكل. ممكن تسميتهم دكتور؟ هي اللي أخرت. لا شلنا بهالطلايب ما بينا حيل أستاذ عدنان.